أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من صلى وعيدنا
قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في لمن الصالحين
صدق الله.